سلام، وإن كان السلام تحية فوجهك دون الرد يكفي المسلمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله ذي الرضا المرغوب، يعفو ويصفح ويغفر الذنوب، خلق السماوات والأرض في ستة أيام وما مسه من لغوب، يضل من يشاء ويهدي من يشاء ويقلب الأبصار والقلوب، سخر الرياح بقدرته فمنها الساكن ومنها الهبوب. أشهد أن لا إله إلا الله ذو الجناب المرهوب، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمداً عبده ورسوله ذي المقام الموهوب. من أطاعه فقد أطاع الله، ومن عصاه فهو في النار مكبوب. اللهم صل وسلم وبارك عليه عدد الرمال والحصى، وكلما أطاعه عبد أو عصى، ونور بصلاتنا عليه بصائرنا والقلوب. أما بعد، فيا أيها التحكيم والحاضرون والمشاهدون، أكرمكم الله بجنته في هذه الفرصة الميمونة، أخطب لكم خطابة عربية بموضوعها الشباب تجاه التطورات الواعدة لمستقبل الدولة. إن الوطن والدولة أمانة على عاتقكم، ورثها لكم آباؤكم الأبطال الذين قد جاهدوا وبذلوا جهودهم لهذا البلد في سبيل استقلاله من قبضة المستعمرين في أكثر من ثلاثة قرون. حين تضايقت سكان هذه الدولة بالاستعمار الطويل، فجاء الرجال وعلى أيديهم الشجاعة والقوة وطردوهم بدون خوف واضطراب. فكم من رجال ذهب أواهم في ميدان المعركة، وكم من نساء وأطفال شردوا، وكم من أموال أحرقت، وكم من أرض انتهكت طوال زمان الاستعمار. انطلاقا من هذا، فعليكم أن تدافعوا عن استقلال هذا البلد، وذلك بتعميره روحانيا وجسمانيا، لأنكم أيها الشباب روح الوطن، فإذا صلحتم صلح الوطن، وإذا فسدتم فسد الوطن. ومن ثم صح ما قاله فتيه كان في كتابه الشباب والتغيير، إن في كل تغييرات عظمى، أن يلزم دور الشباب، فالشباب ثروة عظيمة عالية لا قيمة لها. إنهم آمال أكثر المجتمع، حيث إنهم يصبحون رجالا في المستقبل سيغرسون روح الحياة الإنسانية من خلال مثابرتهم ومحاولتهم لخدمة نحو هذا البلد، لأنهم دعامة. فخور لكم أيها الشبان. ما شاء الله. ولكن يا إخوان، مما يذب القلوب أن الشباب لقد ذهب الآن، إنهم قد تجرد من الأذهان، إنهم قد اختانوا أمانة الدولة لتحملوها إلى بلدة ذات رخاء وطيبة، وذلك بجراء عملهم الذي لا يليق بالشريعة الإسلامية، مع أن الإسلام جاء حريصا بها على سمو الأنفس وطهارتها، ناهيا عن مواد الريب وأماكن الهنا. فبين الحلال وشرف صاحبه، ونهى عن الحرام ووضع الحدود الزاجرة لمفارقته، فلا يوم إلا أن يفسدوا ما في الأرض، يحلوا ما حرم عليهم من شرب المسكرات، يتبعون هواهم ويعثون شهواتهم، ويعاشرون بالمرأة الأجنبية ويتغازلون بهن، بل وحتى يجامعوهن بدون نباط علاقة. ما شاء الله. انطلاقا من هذا، تأكيدا ما قاله سر طوبر كمعلم فيزيولوجيا في جامعة إندونيسيا، إن 67% من الشباب والفتيات في إحدى المدن الكبيرة كجاكرتا سبق لهم التغازل، و62% سبق لهم التزامل، و54% سبق لهم التقابل. تلك هي صورة رديئة من حياة شبابنا اليوم،
يا من جلبت الدشرف وإنما أفسدتنا في البيت بمغلمان. خنت الأمانة في الشباب وفي النساء، جعلت بيتك منتدى الشيطان. فلذلك يا إخوان، لا بد لكم من جمع الطاقة والقوة منذ الآن، وذلك بتصليح أنفسكم بالعلم وتثقيف عقولكم بالمعارف. ولهذا حثنا الله ورسوله بتصليح أنفسنا بالعلم والمعرفة، حيث قال جل شأنه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال علي كرم الله وجهه: ما الفخر إلا لأهل العلم، إنهم على الهدى لما استهزأ أدلاء. وقدر كل امرئ ما كان يحسنه، الجاهلون لأهل العلم أعداء. فوز بعلم تعش حيا به أبدا، الناس موتى وأهل العلم أحياء. جعلنا الله وإياكم ممن يؤدي الأمانة ويبعدنا عن شر الخيانة. اللهم حبب إلينا الإيمان وقرب إلينا الفسوق والعصيان، فاستجب لنا منك يا خير المنان، برحمتك يا ذا الجلال والإكرام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات، إنه هو الغفور الرحيم. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.